على فكرة الأستاذ ده برضه أخوه شهيد 73 بحييه كلنا. للأسف يعني الزمن انبثق فيه كل القيم وتعالت فيه كل الأسرار. للأسف الإعلام ساهم مساهمة شديدة جدا في تلويث أفكار شبابنا وتلويث تاريخنا ونظرة شبابنا لتاريخنا الماضي. شايف خريج هندسة بس في عكس تاني في الناس كده استشرع مع الفريق أحمد حميد اللي هو أحمد حميد. أيوه فعلا أنا أتشرف شعرت إن أنا أخويا شاهين من اللي هم ساهموا في مصر للأسف النهاردة اللي جانا الصناعي للأسف عملية منتصرة وأصحاب مصر في الزمن مستخبيين منهم عامل مش عارف في المدرسة بالأبطال حرب الطوبة. للأسف الدولة ما قامتش إلا إن هم استفادوا من العين السخنة اللي كان فيها حرب وفيها ورع كانت منتجعات. هشام الشيخ مريض بالسلامة. تحية لكل شهيد وتحية لكل أسرة كان فيها شهيد وكان فيها رغبة فعلا وفعلا الرجالة ما تنسى الخطوبة. السلام عليكم.